السلام عليكم أصدقائي، اليوم جيتكم بخبر عاجل وحصري، حيث تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قرار إرجاع الانطلاق الفعلي للدراسة برسم الموسم الدراسي 2021-2022 إلى يوم الجمعة فاتح أكتوبر 2021 بجميع المؤسسات التعليمية والجامعية ومراكز التكوين المهني ومؤسسات التعليم العتيق بالنسبة للقطاعين العمومي والخصوصي، وكذا مدارس البعثات الأجنبية، مما سيمكن توفير الظروف المواتية لاعتماد نمط التعليم الحضوري بالنسبة لكافة التلاميذ والطلبة ومتدربي التكوين المهني، ترسيخا لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص. والآن أصدقائي، هذا هو الخبر الجديد اللي بغيت نطلعكم عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.